عسلامة مدام. أهلا وسهلا، عسلامة، كيف حالك؟ لاباس؟ الحمد لله، شنو أمورك؟ الحمد لله. عسلامة بنوتة. عسلامة مدام، قدم لنا روحك. والله يا مريم مكحال، طبعا من ليبيا، وهذه بنتي سلاف، وجايين شوبينغ هيك دورة تدويرة نتاع 3-4 أيام روحين إن شاء الله سياحة. إيه. مرحبا بكم مدام، وتحية الأشقاء الليبيين الكل. متعودة تجي لتونس؟ والله تونس نجوها ديما، نجو سوسة وجربة أكثر حاجة. العاصمة قليل نادر تونس العاصمة، لكن الأغلب بالش نسمى سوسة، قنطاوي طبعا، النصار وكذا، وجربة بكون قريبة علينا، وإحنا من العجيلات، قصدي العجيلات، وأنا قريبة من رأس الجزائر، من تونس وكذا. وقتش أول مرة جيت فيها لتونس؟ لا صغيرة. معناها ديما ديما جي. هلبة مرات نجو، يعني ما شاء الله لا تحصى لا تعد. دونك اكيد عندك اقارب في تونس او اصدقاء توانسة؟ والله اقارب لا بصراحه، لكن بكونها حتى زوجي يعني يشتغل مع مهندسين توانسة، قصدي فيه كيف في الفاميليات، في معارف وفي علاقات اجتماعيه، ونزوروا فيهم احنا في تونس العاصمه، هم يجونا في ليبيا، قصدي علاقتنا بهم كويسه والحمد لله. الاوضاع العامه في ليبيا من ناحيه الوضع نتاع ليبيا معناها؟ والله ليبيا لنا الحمد لله، لنا ناسها كويسين وطيبين وقلوبنا على بعض. استقرار معناها الدولة، الشعب هو اللي يدير في استقرار بنفسه، فهمت؟ بيكون مرت عليها حاجات الربيع العربي وما ذاك، الدول الثانية حاجات هكي شوية، يعني أكيد مش حتوقف على طول، بيطيح الطيح الطيح لين توقف وتستقيم إن شاء الله. بلادي حلوة ونحبها هلبة، والليبيين طيبين وكويسين، وعلاقتنا بالتوانسة كويسة. هل فما اختلاف بين تونس وليبيا في عادات، في تقاليد، في؟ والله بصراحة أنا زي ما نسمع زمان، أنا من جداتنا وحناتنا والناس الكبيرة اللي يحكوا فيها وتتداول من جيل لجيل، إن هي ليبيا وتونس كانت يعني بلاد واحدة يقولوا، لكن نشوف أنا في حاجات تشبه هلبة، تشبه عاداتنا، من ناحية العرس، من ناحية الطهور، من ناحية كلها تشبه، مش بعيدة على بعضها، من ناحية الكرم، من ناحية قصدي قريبين بصراحة على بعضها، قريبين في العادات وفي التقاليد، وقريب أنا بالنسبة طبعا نتكلم عن نفسي، أنا التوانسة علاقتي بهم طيبة، محترمين ويحبونا هلبة ونحبوهم، بغض النظر على أي لقطة تصير يعني لا في من أشخاص يعني ما لو من ليبيا ما يمثلوش ليبيا، ولا من تونس ما يمثلوش تونس، أشخاص بسيطة ما ينعدوش على صابع، لكن نورمال علاقتنا بهم طيبة كويسة، وأنا صغار يحكم يعرفوا تونس ممكن أكثر من ليبيا، ونورمال الحمد لله. وزيد عنا زادة توانسة يمشيوا ليبيا ويقيموا في ليبيا ويخدموا في ليبيا. جوزي مهندس نفط غاز، يشتغل مع مهندسين ما شاء الله عدد كبير توانسة، وما شاء الله ما شاء الله. إيه، كل شعب محتاج للتاني، احنا محتاجينكم، هم محتاجيننا، واليد واحدة ما تصفقش زي ما يقولوا. قلت لي معناها عادات العروسات عندكم كيما عاداتنا احنا، انتم مثلا كيفاش تعملوا العروس العرس نتاعكم، كيفاش يصير؟ شوية تختلف، انتم تقريبا العريس يحط حنة. اي احنا نورمان من غير حنة، نورمان ما فيش عندنا، صعبة هلبة، ما يقدرش الحاجة هذه للمرأة مش للراجل. مش في تونس كاملة، فما بعض الولايات يحطوا الحنة، فما شكون معناها، فما بعض الولايات يحطوا، فما الأخرين ما يحطوش. هم بدو يواكبوا في العصر، فهمت؟ يواكبوا في العصر، بدو مكتورة العرس يعني زي على السوشيال ميديا، كلها تتبع في الصلاة، وفي زي ما تقول عرس في استراحات وفي كذا، لكن كهكي مناطق في الأرياف وكلها مش بعيد على بعضها. الزواج في ليبيا قديش يدوم أيامات العرس؟ يقعد حتى هو أسبوع بالكمبليت أسبوع، لكن يعني السهريات تقدر تقولي السهريات بس أسبوع، وبعدين تبدي يعني ديما 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 10 أيام هكي، أسبوعين مسكرات ديما، من 10 أيام لأسبوعين. أول نهار شنو يصير فيه؟ السهريات كلها سهريات، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم يجوا البنات والجارات والصديقات، يعني حل حلو وحار وكذا، وبعدين تبدأون الحمام
يوم الحمام يوم خاص، يوم كله نفس اللون، الخيمة بودري، الطاولات والكراسي المفارش، العروسة تلبس بودري. طبعا احنا نرفع نمشوا لأتار، لو في أتار معناتها نقولوا احنا المعالم العثمانية والتركية وكل ايه يمشوا يديروا بها دورة في الأتار لبدة وكذا. في بلي في ليبيا العرس تكون فيه حاضرين كنساء، وفما عرس حاضرين فيه كنرجال، ما فيش عرس مختلط احنا. وبه كي تبدا التصديره فيها الراجل والمراه، الراجل بس، العريس بس يبعد. معناها الراجل يتصدر وحده والمراه تتصدر وحدها، الولد مع الشاب مع الرجال، لكن وقت اللي يخش ما يعطلش شويه، 5 دقائق يقعد بروحها بس، لان نساوين كلهم. وطبعا لو في الصلاه لازم هذه اللي المطربه تنبه في اللي داعي ان راهو يا نساء راهو في واحد خاش لازم تغطوا. طبعا كنا بنغطوا، كنا لنا بصراحه قاعدين نتحشموا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. وليت في ليبيا كالعاده متاع ما عادش نعمل 7 ايام عرس، نعمل نهارين ثلاثه اقل مصاريف، اقل مصاريف اقل مصاريف، وفي نفس الوقت حتى زي ما تقولي صعوبه الحياه، تو بدت الظروف الماديه شويه هيك. معناها فما نقص في الايامات، هلبا نقصنا. كنا 7 يقولوا فيها الليبيين 7 ايام و7 ليالي، تو 3 ايام و3 ليالي حسب ظروف المعيشه. هي الأجواء النسائية الحقيقة في العرس تكون محليها على الأخر، معناها يكون العرس ماهوش مختلط صراحة، تكون حلوة برشا، نسيت تبدا ماخذة راحتها. نوفر اختلاط نهائي ما فيش في ليبيا نهائيا. حتى في المقهى تختلف، لو في قهوة خاصة بنسوي، فما قهاوي خاصة بنسوي بس، اللي تطيب واللي تقدم واللي تبيع واللي تنظف كلها نسوين، واللي تجيب در السيارة أمرا كلها نسوين، ما فيش ولا راجلة. هي في ليبيا الكل؟ لا، اللي هي القهاوي متاع نسوين قليلا في طرابلس كي شوية، مش هلبة. فما قهاوي مختلطة ولا؟ ايه ممكن مولات، يعني زي المولات كي نقولوا مثلا سيتي مول في الدرابي في طرابلس، عائلات زي المطعم التركي عائلات، لكن عائلات ما فيش مثلا. حاجة أخرى تختلف إنه الليبيين عندهم تعدد زوجات والتوانسة لا. هلبا قريب يكملوا مش 4، قريب يديروا 10 دو. يعني نسبة كبيرة متزوجين أكثر من زوجة؟ هلبا، وفي زوجات هم اللي يمشوا يخطبوا لي. واو. أنت مع أو ضد؟ والله الله سبحانه وتعالى قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا، يعني الله سبحانه وتعالى قال لن تعدلوا، يعني هو لما قال لن تعدلوا ما يقصدش على البشر العامة، حتى على الأنبياء والمرسلين، حتى على سيد الخلق، يعني وهني العدل لن تعدلوا ما يقصدش العدل في شيء معين، وإنما في القلب، فهمت؟ يعني مش حيحبهم الأربعة زي بعض، ولهذا صعب انه يعدلوا زي الرسول عليه الصلاه والسلام، مش حيعدلوا ولا شخص، ولهذا ما نعرفش، ما فيش حد يرضى بالدره. لكن حاجه ثانيه بجديات، في بعض العائلات اللي نعرفها انا وفي جاراتي وفي صديقاتي، ان نسجموا دراير ونسجموا، شفتي هي تسوق في السياره وضرتها راكبه على اليمين وضرتها الزوز راكبين من الخل، وهي تمشي بهم للمشاوير. حاجه الحقيقه صعيب تتقبل، ما نعرفش ان شاء الله خير يطبقوا في اللي. شو رايك انت؟ ما نعرفش، حاجه صعيبه تراها ولا تحسي الضر؟ يقولوا زي ضربه شنو اسمه المرفق، حاره في البدايه بعدين تبرد، اي خاصه كي تكون علاقه مبنيه على الحب. ماني اسمعني الراجل تقول يقول لي خمم فيها. ان شاء الله يعطيك صحة، مرحبا بك مره اخرى، نخلي لك كلمه الختام. بصراحه نحب أن نجي هنايا لتونس بجديات نستريح، وحتى صغاري من هم صغيرون، لي ولدي توا ما شاء الله في ثالثة جامعة يحب تونس، يحب يجي بروحه هو وجماعته. مرحبا بك مدام. إن شاء الله بارك الله فيك وصحتي على اللفتة الطيبة.